بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحد سكان عمارة رقم 65 باب بغشير، والعمارات المقابلين غابة النصر، وهذه أحد الشقق اللي مفتوحة والله أعلم شيء منهوب منها من داخل. المهم الشقة هذه مكسرة، هذه شقة رقم واحد رقم اثنين رقم اثنين باهي. هذه الشقة هي مخنوبة وفي حاجات الداخل مكسرة، مانيش عارف شني، الله أعلم شن رافعين منها. صاحبها مش موجود، صاحبها مش موجود، صاحبها اسمه المهدي الهوني صاحب الشقة دي، المهدي الهوني. هاي مفتوحة من جميع الجهات، طبعا الأضرار الأمراش مكسرة وفيها فيها أضرار. بسم الله، أنا أحد السكان عمارة باب غشير مقابلة غابة النصر، وتعرضت للسرقة، مبلغ مالي ذهب زوجتي وجيراني، كل شقق ما فيش شقة ما فتحتش، حتى البطاطين فزعوا سلقموه ولا ما خلوا حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص ما عندنا من دونه، من بيعودنا الله أعلم. ناس كلها على قد حالها والله أعلم كيف بيصير، مانيش عارف. مشينا للمركز، قال لك احنا عندنا مسادنا من مشاكل، انا واحد من الناس مشيت مفتح محضر، قالوا لي ربي يعوضك خير. من بيعوضنا؟ البرلمان، الانقاذ، مانيش عارف، الله اعلم. وخلاص ان شاء الله خير وخلاص. هذه شقه سالم القماطي، القماطي هذا حتى هو واحد من السكان. هذه شقه حتى هي نفس الشيء، هاي مكسره ومدقدقه، ما هي امراشها ودنيتها كلها مدقدقه، هاي مضروبة بقوادف، مفتوحة هاي على الشارع، هاي مفتوحة على الشارع. لقيت هذه الحجرة هي قاشيلها، طبعا تم سرقة المجوهرات والفلوس كلها، طبعا حجرة الأخت هذه حجرة نوم، هذا ما تشبهه، تم سرقة الذهب كامل والفلوس، قاعدوا هنا طبعا ما طلعوا شيء معهم. روشن مضروب، عندنا المطبخ حتى مضروب، هذا مفرشات سكان العمارة والبطاطين، وكانوا أكثر من هيك طبعا، في حاجات ركبناها اللي لقي حاجة تركبها، دل في حياة تخدموا من برا من هنا طبعا، الجيران العمارة هذه المقابلة.